شكون ولا في المرتبة الأولى؟ الماء الماء هو في المرتبة الأولى. ولهنا العبيد متعطشة بحق فعلا، متعطشة لحاجات جديدة. اهم حاجه فيه واحسن حاجه في تقديري انا هو هالبعد التشاركي هذا، ما عادش برامج مسقطه اللي فهمناه حد على الاقل اللحظه هذه. حاولنا في التشخيص تاعنا باش نحكوا مع الناس الكل، مع الفئات الكل، مع الشباب، مع كبار السن، مع النساء، مع الفلاحة، ما استثنينا أحد. المقترحات نتاعهم وحاولنا نتعمقوا فيها اكثر، كل مقترح علاش انت تحب تعمله، شبيك ما عملتوش قبل.